صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين أن أهل الجنة لا ينبضون وبين قول إن الرمان دواء، فكيف يكون دواء وهم لا ينبضون؟ نعم، يمنع عنهم المرض ما يأكلونه ويشربونه، يمنع عنهم الأمراض والأسقام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد في كتاب الله تعالى، ما هو معناه أنهم إلى مرضى ويتداوموا؟ لا، معناه أنه يمنع أصل المرض، ما يكون، ما يأتي عليهم أبدا. نعم.